ينظم مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد الدورة 12 للمؤتمر الدولي الحوارات الأطلسية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وأوضح المركز أن هذا الحدث المنظم تحت شعار أهمية الأطلس أكثر حزما بالنسبة للعالم سيشهد حضور أكثر من 400 ضيف يمثلون 80 جنسية من الحوض الأطلسي. هذا المؤتمر الذي يتميز بحجمه وتنوعه يتماشى مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإفريقيا الأطلسية والتي جاءت في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء. كما يتوخى المؤتمر عكس الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيط الأطلسي في السياق العالمي الحالي. أظن أن هذه الدورة 12 التي بدأت اليوم وبعد العرض تفاصيل التقرير الذي تم وضعه بما يتعلق بهذه التيارات الأطلسية أظن أنها مبادرة قيمة تأتي بعد 10 سنوات من تواصل الجهود من أجل تطوير توجه جديد للمغرب وللقارة الإفريقية اتجاه دول المحيط وخاصة بلدان الجنوب في هذا المحيط، وأظن أنها مبادرة مهمة. هل سيتم ترجمتها إلى مبادرات ملموسة؟ أتمنى ذلك، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي الذي في رأيي هو أهم، لأن لا يمكن أن نتحدث عن الاقتصاد بدون سياسة ولا السياسة بدون اقتصاد. العالم الآن في تغير كبير جدا، هناك بلورة لعالم جديد لا نعرف ملامحه، وبالتالي ربط علاقات جديدة وقوية مع دول القارة الأمريكية وخاصة منطقة الجنوب سيطور من علاقات الجنوب-جنوب ويزيد من قدرات المغرب على الصعيد الدبلوماسي متعددة الأطراف. Atlantic Dialogues est consacré comme أود أن أؤكد بأن مؤتمر حوارات أطلسية هو الفضاء الحقيقي الذي يمكن فعلاً من فهم واستيعاب الموقع الحقيقي للأطلسية، الحوض الذي لا يقتصر فقط على مسألة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، وإنما علاقات جميع الدول الأطلنطية في هذا الحوض، خاصة أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وهذا هو المستقبل.